السلام عليكم. رسالتي النهاردة لكل إنسان محبط من فقدان شيء معين، سواء كان مادي أو معنوي. في سؤال محوري هيخليك تطلع من الإحباط ده، ولكن قبل ما نسأل السؤال تعالوا نفكر في قصة بسيطة كده وبعدين ننتقل للسؤال. تخيل لو أنت في يوم نايم جنبك مفاتيح، لو كان عندك عربية مفاتيح عربيتك أو محفظتك، صحيت من النوم ما لقيتهاش. طبعا هتصاب بخوف، يعني هلع، هتطلع تجري تسأل فين راحت، فين مفاتيح عربيتي، فين محفظتي، فين فلوسي. تخيل لو اخواتك قالوا لك ده والله بابا خدها، والدك خدها، والدتك خدتها، هتحس بايه في ساعتها؟ هتحس انك مطمن، وهتحس ان انت طب الحمد لله ما ضاعتش، يعني في ايد امينة. طيب تعال بقى نيجي للسؤال. دايما تسأل نفسك سؤال محوري بسيط جدا جدا، هل ليك ايد في اللي حصل ده؟ هل ليك يد في فقدان هذا الشيء اللي انت فقدته؟ طيب لو الاجابة لا، ملكش يد في هذا الفقدان، يبقى في الحالة دي ترجع للقصة اللي احنا قلناها. مين اللي خده منك؟ مين لما فقدت الشيء مين اللي خده؟ اللي خده هو اللي دهولك من اول شيء اللي هو ربنا. لو ربنا خد منك شيء، فهل هتكون مطمن؟ اذا كنت مطمن للحاجة اللي انت فقدتها لما عرفت ان ابوك او امك خدوها، فما بالك بحاجة ربنا خدها لسبب انت ما تعرفوش، ولكن انت تخليك مطمن زي بالظبط ما كنت مطمن ان حاجتك في ايد امينة لما باباك او مامتك خدوها. يبقى نفس المنطق، يعني لو الحاجة ملكش يد في فقدانها، صحيت ما لقيتهاش، يبقى في الحالة دي يعني لا تجزع، ليه تقلق، ليه يعني اكيد في هيحصل حزن واكيد هيحصل، ولكن خلي دايما حدث نفسك، كلم نفسك دايما ان اللي خدها يعني عارف مصلحتك. فدي حاجه مهمه جدا جدا ان احنا دايما نفكر فيها. طيب لو افرض بقى السؤال الاجابه ان انت كان ليك يد في ان الحاجه دي تضيع بسبب استهتار معين، واحد بيسوق بطريقة متهورة لا قدر الله عمل حادثة، استهتار في صرف معين من المادة فراحت فلوسك، استثمرت في حتة مش مظبوطة في غلط، تمام. اسأل نفسك سؤال بقى تاني تبعي، هل بإيدك ترجع الماضي؟ مفيش بإيدك ترجع الماضي، يبقى انت اتعلمت درس. يبقى خدها على انك اتعلمت درس، زي ما احنا بنصرف فلوس عشان نخش مدرسة ونتعلم، وبنصرف فلوس عشان نخش جامعة ونتعلم. انت صرفت شيء عشان تتعلم. ساعات الصرف ده بيكون مش متوقع، لان انت بتبقى عارف انك هتدخل تدفع مصاريف الجامعة عشان تتعلم، وعارف انك هتدخل تدفع مصاريف مدرسة عشان تتعلم، لكن في حاجات ما بتبقاش عارف انك هتدفع ثمنها، وبتتعلمها وبتدفع ثمنها. فطالما اتعلمت يبقى استفدت، يبقى برضو خليك إيجابي. يبقى في الحالتين، يبقى لو أنت فقدت شيء بدون يد لك في هذا الفقدان، ما تقلقش، خلاص خدوا اللي أمين عليه وخدوا اللي عارف مصلحتك. ولو فقدت شيء أنت ليك يد فيه، أديك دفعت تمن عشان تتعلم درس، عشان هتتعلم حاجة ما كانش حد هيعلمها لك لا في مدرسة ولا في جامعة ولا في أي مكان. إذن في كل الأحوال خليك إيجابي. في نقطة مهمة جدا جدا في الآخر، رقم واحد، إن كل يوم أنت بتصحى فيه أنت عندك القدرة على أنك تاخد قرارات جديدة. يعني خلي عندك دايما عقلية البدايات، طالما صحيت لقيت يوم جديد، إذن في أمل جديد، في قرار جديد، في حاجة جديدة أنت تقدر تعملها. خلي دايما حياتك فيها تجديد، وخلي دايما حياتك فيها فكر. تقبل الشيء حتى ولو كان قلبك يحزن، أكيد كلنا قلبنا بيحزن لفقدان شيء أو لضياع شيء، ولكن خلي دايما الأمل يغلب الحزن، وخلي دايما الثقة واليقين بأن في حاجة اسمها قدر وفي حاجة اسمها غيب أنت ما تعرفوش. خلي دايما عندك الثقة في الحتة دي عشان تعرف تكمل، وتعرف تكمل دايما لقدام. كل سنة وانتم طيبين، يا رب يكون عيد سعيد عليكم، خليكم إيجابيين وسعداء، وإن شاء الله اللي جاي أحسن. ودايما الإنسان يكون عنده أمل وخير ويتفائل دايما بالخير إن شاء الله. وكل سنة وانتم طيبين.